قطر المغرب دار حاله والجماهير ما شاء الله موجوده الحيحه ان شاء الله نادحت الفينال اللهم يصير وي ام روكنز كم ام روكو بزاف حيت ربحنا 1-0 صراحه البرتغال الفرقه صعيبه بزاف ولكن الحمد لله ربي ما خيبناش الدعوه ديال المغاربه كامله ولي زافريكان كاملين والعرب كاملين ما خيبوناش والحمد لله يعني فرقه فرحه كبيره ما قدرتش نوصفها وان شاء الله عقبال كاس ان شاء الله يكون مغربي انا عندي ثقه كبيره في المدرب ديالنا الركراكي وعندنا ثقه في حكيمي زياش وكاع المنتخب وكاع يعني الحمد لله كاع الدراري كيديروا مجهودهم وكيتقاتلوا باش يجيبوها واكيد غادي يجيبوها ان شاء الله مبروك اولا المنتخب المغربي ومبروك الجمهور تاهل نصف النهائي يقابلوا الفائز من منتخب فرنسا وانجلترا ان شاء الله نتمنوا يطلعوا للنهائي ضد الارجنتين ميسي هذه امنياتنا ان شاء الله والله هي صعبه شويه لكن مش مستحيله صعبه وليست مستحيله كاس العالم قطر 2022 الحياة فين في قلب المونديال اخبار نتائج تحاليل وتصريحات قطر 2022 الحياة في المونديال